يا معشر الشباب، أنا سلوت لا تكسو، فإني مباهي بكم اليوم يوم القيامة. الحمد لله الذي خلق من كل نفس زوجها وأوجب عليها أن تكون مطيعة لزوجها، وهو كذلك أن يعاملها بما أمر الله، وأن يكون بدنا واحدا وقلبا واحدا وروحا واحدة. الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وخلق منها زوجها وخلق منها أطفالا ورجالا ينفعون أنفسهم ويودون رسالتهم الحق التي أرادها الله ورسوله، وأخذ عليكم العهد والميثاق أن تكونوا أن يكونا زوجين فالحين صالحين مهتمين بأطفالهما وبأنفسهما ضمن أوامر الله ونواهيه. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. الصلاة والسلام على سيدنا محمد زين الله. اللهم إني أتوجه إليك يا الله بذاتك العلية وبصاحب الحضرة المحمدية أن تجعل فيهم الخير إلى جميع أنفسهما وإلى جميع الناس ومن أعلى مسدوده من عند الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. استجب دعائي ولا ترد على خائبين ولا كذلك آمين. زوجتك نفسي. وبدني وقلبي وروحي أن أكون زوجة خالصة لك، متبعة لأوامر الله ونواهيه. أمينة على قلبك وروحك وبدنك ما دمت حيا، مؤمنة صادقة متبعة لأمر ربي، والله على ما أقول شهيد، إلى الأبد. آمين. جميع الأنصار. وأنا بسم الله وعلى بركة الله أعاهد الله أن أكون أميناً صادقاً مؤمناً محباً مخلصاً حافظاً لها ولقلبها ولبدنها حتى النهاية، نكون بدنا واحدا وقلبا واحدا وروحا واحدا. وأعاهد الله أن لا أكون إلا كما أراد الله بيني وبينها. قبلتها زوجة لي. آمين. وأعاهد الله أن أعطيها قلبي وروحي وجسدي، قلبي وروحي وجسدي ما دمت حيا. الله على ما أقول شهيد. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله.